قد باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخس دون أن يخبرني بهذا، وأنا إلى جانبه وفي طاعته، وما زلت والحمد لله على ذلك، ولم يبق له ملك آخر، وأنا محتاج إليهما وقادر على استرجاعهما من المشتري بالثمن الذي وقع عليه التعاقد، ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك، وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته ولم يبق لي عليه حق آخر. رغم حاجتي الماسة إلى هذه الدار، فأنا أسألكم هل هذا العقد صحيح أم باطل، وأليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي ومنشئي، وهل لي الحق في الشفعة علما أنه مضى الآن ما يزيد على 10 أشهر من تاريخ البيع، فهل للمدة تأثير على جواز الاسترجاع من عدمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما ذكرت أيها السائل من برك بوالدك ووجودك معه ووقوفك إلى جانبه، فهذا شيء واجب عليك وتشكر عليه، ولك فيه الثواب إن شاء الله عند ربك. وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل ولم يشعرك بذلك، فهل لك حق الاعتراض والأخذ بالشفعة أم لا؟ الجواب عن ذلك أنه ما دام والدك رشيدا في تصرفاته وعقله ليس لك الاعتراض عليه، ويعتبر بيعه صحيحا ولازما، ليس لك الحق في الاعتراض عليه ما دام أنه غير محجور عليه لسفه ونقص في التصرف. وليس لك أيضا حق الشفعة، أنك لست شريكا له في هذا البيت أو في هذا البستان، والشفعة إنما تثبت للشريك، وأنت لست شريكا له في ذلك، ليس لك حق الشفعة ولا حق الاعتراض ما دام أنه يتميز بالصفة العقلية التي تبيح له التصرف شرعا. فإن كان ليس كذلك، يعني أنه غير سليم التصرف من ناحية عقليته، فهذا مرجعه إلى القاضي، هو الذي ينظر في القضية، وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوفي الشروط الشرعية. بارك الله فيكم. معنى هذا أن حق الابن على أبيه في إيوائه وإسكانه ينتهي بمجرد بلوغه أم بزواجه؟ حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه، فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق. أما ما دام أنه صغير أو مثلا كبير ولكنه لم يستغني ولم يقدر على الاكتساب، فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني بموجب القرابة. بالنسبة للشفعة عموما، بصرف النظر عن هذه القضية، هل يؤثر طول المدة من عدمها على حقية الشفعة؟ طول المدة يؤثر إذا كان الشفيع عالما بالبيع وتركه ولم يأخذ بالشفعة ولم يطالب بالشفعة، إنها تسقط بمضي المدة. نعم. إذا كان عالما وليس عنده ما يمنعه من المطالبة بالشفعة. نعم. أما إذا كان الشريك لم يعلم فإن له الشفعة، ولو استمر عدة سنين إذا علم فله حق الشفعة. أحسن الله إليكم.